زامي كنتمنى لكم تكونوا على خير والف الف خير. صورنا لكم جوج ديال الفيديو بنفس اللبسه، سي با غاف ماشي مشكل، عادي عادي، ثقه في النفس، ثقه في النفس. شوفوا اليوم انا على من بغيت نهضر، حقاش دائما كنتناقش مع ماما كنقول لها ماما علاش الوقت شحال هذه ما بقاش بحال هذا الوقت؟ الوقت بقى هي هي، ماليها اللي تبدلوا. لا ولكن كيفاش الوقت بقات هي هي؟ الوقت قال لك ما تقوليش الوقت تبدلت، الوقت هي هي، حنا اللي تبدلنا ماشي الوقت اللي تبدلات، حيت الانسان اللي تبدل. اه حيت انا ماما كنت ملي كنت صغيره قسما بالله العلي العظيم، تعقلي ماما على الجاره الفوقانيه اللي كانت في فرنسا، شي قسما بالله العلي العظيم الا كانت تشري لنا كتجي من فرنسا انا كيسحبني بشحال هادي واقيلا كتجيني، وانا هذيك السيده ما كتجينيش، شي كتجيب لنا من الحويجات من السبرديله ومن التواب ندير لكم كيطمات وتصور في بالك وتخيطهم ليا وتصور يا ماما ملي كتكوني طالعه عندها راه ما عمرها تردك يديك خاويين، ولا كان العرس في الدرب هي غتدي لي الكوافور وغتصغيب لي شعري وغتحني لي وغدير لي كلشي. مسكينه راه توفى الزوج ديالها باقي ما عزيناش والله العظيم، حيت ما عندناش النيمو التليفون ديالها، وقلت لها ماما والله حتى نهضروا على الجيران ونهضروا علاش الحياه تشومجات، علاش تبدل الوقت. كتقول ماما الوقت ما تبدلش، ولكن ماما لا الوقت ما تبدلاتش، ماليها اللي تبدلوا. انا تصوروا كان عندي الولد هذا الصغير دابا كان ليا صغير، وحنا ما تيختنوش، تيختنوا سرقه، ومني تيختنوا سرقه قولي هضرت مع جارتي قالت لي مالك ما ختنتيش ولدك، قلت لها راه تيختنوا سرقه دابا غير ختناتو لي عكوزتي، خصني ما نسيقش انا الخبر وراجلي. هي شداتها عندها شي عامين حتى كبر ولدي بدا تيتمشى تيهضر تيعرف يهضر تيعرف كلشي. هذه جارتك؟ جارتي هذه خديجه، واحد خديجه اش نقولك خديجه والله خديجه ما كاينش ما نقولكش ما غتلقيش الجوره دابا ديالتها. واش تصوري سيمانه وهي تتوجد الحلوه تتوجد كلشي، مني قلت لها يا خديجه انا تنشوفها تتعب على الضياف، قلت لها خديجه مالك على هادشي صاحبتي وتضربي تمر وكلشي، قالت لي راه ولد خويا حيدوا له نص المصران وراه دايرين له واحد الجفنه على برا، ودابا راني غنغوت له وندير له حفله. قلت له ولا كان على خوك بعدا كنا ما عليهش، كامل كديروا غير قصه باش هي قصه باش ديرها لي على ولدي وانت ما تعرفيش وانا ما عارفاش. قولي انا الصباح غنطلع عندها نعاونها، قالت لي شنو غديري يا حسن، قلت لها غنطلع نعاونك، قالت لي بعدا كاينه في العشيه، قالت لي يلاه للحمام، قلت لها ولي خوك غادي يجي وانت غادي للحمام، هي قالت لك يلاه للحمام انا وياك، مشينا انا وياها للحمام، كان ليا هذا الوليد مريض هذا السي محمد كان مريض فيه بحال شويه سخانه، قالت لي نديوه معنا يعوم، قلت لها لا اختي ما نديهش راه مريض، قالت لي وشوفي يلاه ندوشوا انا وياك ونرجعوا. شو ملي كنت ندوش قالت لي شوفي يديك شحال زوينين غير ديال الحنه، كتعطيك الهضره ديال الحنه، قلت لها لا ما نديرش الحنه وولدي مريض وخا تلقى السما مع الارض، قالت لي نزوق لك دغيا ومسحيها ما عليش ولا ندير لك اي حدانه، قلت لها ولي ولي ما تنبغي كاع الحنه ديال هنا، ما قداش تحني لي وهي راه تتوجد لولدي سيمانه، والصباح اللي غنطلع نعاونها قالت لي ما طلعيش تعاونيني، قلت لها علاش؟ قالت لي سيري راه زهره، واحد زهره كانت ساكنه حدانا بنت غزاله، قالت لي راه واحد زهره هذه الجاره راها في الدرب ديال زهره راها ولدات برانيه، دابا هاكي الصواب ودي لها انت الصواب يا غير باش دلعني، وهاكي الصواب ودي انت الصواب وسيروا عند هذيك الجاره بركولة. مشيت انا على نيتي واخا ها والله والله مشيت باركت وحق الله شوفي الجوره كي دايره، سيري خديجه الله يحفظك ويسترك ويعطيك اللي بغيتي في قلبك، هذه شحال مصاب شي نهار نعرف نمرتها راه في الرباط ونمشي عندها، حقاش الجوره القديمه ما تلقايش بحالها. المهم مشيت لهذيك الجاره وباركنا لها وجينا، حنا جايين راه حنا ثلاثة خديجة هذه زهرة وواحد صاحبتها سميتها والله ما عقلتش على سميتها، المهم سميتها ما عقلتش عليها، حنا مشينا ثلاثة جايين طالعين في الدروج سمعتهم تيقولوا السلام على رسول الله، أنا تنقول السلام على رسول الله راه ولد خوها جاي وراه غدير له حفلة، أنا ندور ونلقى ولدي دايرين له الحنة وتيبكي، نقول له يا بنت الحرام يا بنت الحرام والكاميرا شداني تندور دايرة المعلمة ودايرة الماكلة وعرضة الناس وعرضة عائلتي وكل شيء والمصور والكاميرا وانا ما فراسي حتى حاجه، وانا تنقول يا بنت الحرام يا بنت الحرام، ولدي تيبكي وشاد هكايا يديه كارفينهم له هو مخاتن، جبت خوها من سميتها
خميس لا من الخميسات دكتور وخت لي ولدي وانا ما سايقاش خبر فين غتلقاي هاد الجوره تقلبي عليها بالشمعة والقنديل وما تلقايهاش الوقت كتقولي الوقت ما نقولوش الوقت لا الوقت ما تبدلاتش موليها اللي تبدلو وعاوتاني انا كنت في واحد كنت في القصبه ما فيها قصبه هي قصبوي عشنا فيها عشوا فيها ولادي وتربوا فيها وربيتهم وخرجوا رجال وعيالات والله العظيم وكفيها الناس ديال الكبرانيه مالي القصبه مالي الكبرانيه الصينيه اللي حطوها لك تشايا انا مهم والله والله العظيم ونشطب الزنقه كامله شوفي الحماق نشطبها كامله باش ما نخلي حتى واحد يتنقر ما شطبتلوش الباب ديالو ونجمع هذاك الخماج ماتوا الناس غنخرج للحصيره نخرج الكراسه ديالي داكشي ماما كلشي وبالفرحات علينا هذاك الشيء ولا حزننا نحزنوا كنا وشكلنا كنا ملي كنت صغيره كانت تيجي عندنا بحال دابا دوك الرجال اللي كبار يقولوا لك بالعيد وبرحوا يدوزوا عندي الصباح وراكي عارفه الصباح يعني انا في قاعده نعجن ونخبز وياكلوا ولادي وعاد يمشيو يقراو الصباح مع 8 او بابا وي والله دابا لا دابا وليت نصبح ناعسه والله تيجيو عندي ويدق عليا هذاك با بالعيد الله يرحمه راه مات مسكين وبا هذا سميتو رحو راه مات عاوتاني الله يرحمهم ويدق عليا ويقول لي حسن اش دايره نقول له والله مازال ما درت والو ايوا انا بغيت الملوي ونوض نعجن الملوي وندير الملوي وياكلو وغير انا بوحدي معاهم وولادي في المدرسه وراجلي ما كاينش وغادي ديك الوقيته الاحترام قداش عليا دوك الرجال الكبار دخلوا عندي وكلاو دابا كون يدخل عندك الراجل يديروا رجلين ويديني يغسلوهم ايه ولكن ماما ديك الوقيته كان الاحترام كتقدير والله العظيم كان الانسان كيدخل عندك وانت هي بقلبك صافي وما في رجال يجيو عندي قدكو ياكلوا يجي راجلي ونقول له باب العيد جا وكلاو الملوي هو رحوا راهم جاو الله يرحمهم الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم الوالدين ديالنا ويرحم الامه الاسلاميه شوفي يا ماما شي احياء فين كنا حنا في هذا الحي الشعبي كان كيبحال اللي كتقولي دار دابا دار دار وانتي محترماني وانا محترمك ولقيتي ولدك داير ولدي انا دار البسالة الجاره الاخرى غتخاصم عليه وتضربه وتعايره حنا دابا فين والله العظيم واحد ما بقى تيحترم واحد لا دابا ما زعما الجوره دبكري راه ما تلقايش بحالها ودابا هذيك المره اللي في فرنسا اللي قلنا فرنسا اللي كتكوني غادا عند ماما كتقولك اجي غادا عند ماما كانت الوالده واخا عندها كانت الوالده مريضه عندي وهي دائما مسكينه متتجلس دير في الشرج معاك وتشوفني خارجه تقولي حسن في غادا نقول لها غادا عند الوالده طلعي وتعطيني باش نركب وتعطيني نشري لها ديسير وتعطيني باش نمشي وباش نجي واحد النهار لقاتني مريضه وراجلي ما كانش كان تيمشي للسواق وتيقص بست ايام سبع ايام وجات لقاتني مريضه قالت لي مالك قلت لها غير سكتي راني مريضه كان فيا واحد الوجع ما شكيت عليك وتوصلني الموت ونعست فيه في السويسي ونعست بنورش كان عاد فتح عاد حل عاد حل بشهر دخلت عنده بسي محمد ولدي دابا راه عنده 26 عام راه بيه فتحت فتحت كي اليوم جلست 40 هذيك القصه ماما خصك لا المهم حيت هذيك القصه ديال ان ماما كتقولوا لها سيري صافي غتموت والمهم ما عليش وجات لعندي ولقاتني ناعسه قالت لي مالكي قلت لها مريضه تصوروا كاين دابا خوك ولا اختك ولا راجل اختك ولا عائلتك ويجي ويلقاك مريضه وما يديكش للطبيب وجات ولقاتني مريضه وداتني للطبيب وشرات لي الدواء ومشات قلبات على اللي تيضرب لي بره وجابته لي للدار والصباح تجي تقول لي واش شربتي الدواء لا ما غتلقاو هاد الجيران فين غتلقاو بحال هاد الجيران وما عمرها كتنسى انا ما عمرها شي عام لا والو تجيب لولادي وتجيب ليا وتجيب لي الثوب هكا ملولب تقول لي هادو ديرهم كيطمات وقولي ماما شحال من عام وحنا ساكنين في القصبه راه 24 عام 24 عام وانا ساكنه ديجا في التحضير وانت جيتي عاد عام وغزله نقولي واقيلا شي عامين ولا عام ما ماشي تقولي عام ولا عامين ولا راه 24 عام سكنت عقلنا على راسنا وهي كتقسينا وتشرينا وتعاود وتشري وتعاود وتجيب الكادوريات وتصوروا دابا سكنت انا في القصبه 24 عام وقسمي بالله العظيم وما عرفتوني اش غنقول لكم الا تنعرف الدرب ديال لا خضره ودرب البقال غنعاودكم واحد القصه صوروها غنعاودكم جينا سكننا في اناسي وانا راكم عارفه متجوج ساكنه حدا ماما ما بعيداش ماما ما تدير الحريره ماما لا جيت من فرنسا في الليل قلتي لي بغيت الحريره ما تندير الحريره وتنا تدير الحريره سير انا خرجت ما جلست في الاستوديو ما جلستش في الدار صونات عليا قالت لي يا بنتي راه ما كاينش راني جيت ندير الحريره ورا لقيت ما لقيتش باش ندور الطحين قلت لها ماما البقال غير حداك
قالت الله يجيني والله ما نخرج والله عمر مشيت له صوروا البقال جوج خلفات البقال والله في الدوره عندي مش. عندي في الدوره واحد البقال في الدوره عندي ماما مدينه ما كتشيلهاش بوحدها صافي راه رغبتها انت هي جبدات سميتو والله رغبتها قلت لها عافاك مشي نشري غير شي وميجات قبل ما يدخل تديني كدورني لا والله ما والله ما في قاعده ندورها هي اللي تدورني وتبقى تلبس وتملص ودير حتى دابا ما خلاهاش تبقى تملص وتلبس والله العظيم قلت لها شري بيجامات قالت لي لا ما مسياش الاربع وانا الاربع ما تمشيش لاصال قلت نمشي نشري شوميجات دابا قبل ما تجي الشتا تيجيو هذوك الثقالين وانا ما تقدش على الثقال نبغي غير شوميجات عاديين وهاي حصلت لا انا سنعاودكم على ماما والله الا بصح ما ماما كما كتقولي ما فيكش الطوطيح لا ما فياش والله اللي شاف هضرتي وشاف هادي تيقول راه هاد المراه تتقيلي الطوطيح وتقيل الدير وهي انا ما فياش هاد القاعده ومصبكو كنت فيا لا مصبكو كنت فيا نتمشى كي الناس ونخرج كي الناس عطاو لي الكوزينه انا الكوزينه الشغل الشغل هذا برشي اليوم الاربعاء خملت باش نصيق وهي جداتي ايوا قلنا ندير لكم فيديو باش عاوتاني ما نبقاش نغرقوا عليكم والله العظيم يكونوا زوينين مع جيرانكم هما محترميني وانا محترماهم في الحق والله العظيم السلام عليكم وتهلاو بالجيران وتهلاو في العائلات وتهلاو والله العظيم اللي ما بغاش العائله لهلا عطيها له واللي ما بغاش الجار لهلا عطيه له والله العظيم والله الله يخلينا في صباغتنا دينا قاعدة والدينا نحترموا الجار ونحترموا اللي ليك وتحترمي صح غدا الدنيا تتبدل ما عرفتش علاش ماليها تتبدل ما الدنيا هي هي والله الا الدنيا هي هي ماليها لا تبدلوا ولا الخوف ولا ما نتصارش ولا انا خفت من هادي ولا بصح هادشي اللي ولا هادشي اللي ولا تيخوف كنا في القصبه درت الملوي غادي ياكلوه الاولاد كاملين درت برماش غادي ياكلوه كاع الناس بابا كيقول بابا كيبيع في عمرها بابا الليمون كيحلف علينا كيقول لي شوفوا عندك وتهزوا ليمونه راه داكشي مبيوع راه لها زيتونين وهنا غادي تفرم البلاصه داك الصندوق ما كنسمعولوش كاع كنمشيو كنحلوا اللور كنهزوا الليمون الدرب كامل كنخاو غادي يجي ما غادي يخاصم ما والو لا انا بابا ما كيضربنا ما كيخاصم علينا لا راجلي حتى راجلي حتى يسمع المرا تتوهم يعطيها الحاجه بلا ما تطلبها ويقولها لي يقول لي رميت عليك التقليد لا بابي بابي نقولوها بصراحه لا والله العظيم انا خوتي وحمهم راجلي تيبغوا الهنديه باش وقتها يبغوا القنيه راك عارفه القنيه قليله ويمشي يجيبها لهم ويجيب هذيك الهنديه واخا ما بقاتش ويوكلها لخوتي دابا كتبقى تقولي لهم القصص بزاف صافي قولي لهم باي باي يلا باي باي ما تنسخش بهم يوما كتسخش بهم خليهم يسخشوا شويه وبقاو تدخلوا عندي باش تكحلوا لصفا عينيها دابا ندير لكم القناه ديال والله العظيم راه بنعاني والله حتى انا باش تبقاو تدخلوا عندي وصاحبتي مازال مازال ونشوفوا اللي عنده عنده ولا اللي ما عندهش ما عندهش يلا شوفوا الثقه في النفس يلا باي باي.